في أخبار الأقاليم، احتفل سكان مدينة ما وعاصمة إقليم كانم بإيد الأضحى المبارك، كان ذلك بحضور حاكم إقليم كانم عبادي ساير فضل وسلطان كانم والعديد من المسؤولين الإداريين والتقليديين. للمرة الثانية زميل محمود مسلفيل. ضمن الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمين في جميع أنحاء العالم، احتفل مسلمو مدينة ما وحاضرة إقليم كانم بعيد الأضحى المبارك بحضور حاكم الإقليم عبادي ساير فضل، وذلك بميدان الحرية بمدينة ماو وسط حضور كبير من سكان المدينة، حيث أما المصلين لصلاة العيد إمام المسجد الكبير بمدينة ماو الشيخ طاهر محمد أبكر، الذي سرد في خطبته أهمية عيد الأضحى المبارك بالنسبة للمسلمين، داعيا إياهم إلى وحدة الصف والعمل على بناء الوطن وكذا التحلي بالأخلاق والصفات الإسلامية الحميدة، فضلا عن الابتعاد من كل الأعمال التي تغضب الله. عباد الله، هذه أوقات مضاعفة الحسنات، هذه أوقات إجابة الدعوات، هذه أوقات الاستقالة من الخطايا والسيئات، هذه أيام الاعتذار إلى الله. هذا وقد حث الشيخ المصلين على نشر ثقافة السلام والمحبة والوئام في أوساط المجتمع، طالبا من الله العلي القدير أن يحفظ البلاد والعباد من كل الأشرار وأن يديم الصحة والعافية في جميع ربيع البلاد. من مدينة ماو إلى مدينة مصرو، حضرة إقليم بحر غزال هي أيضا احتفلت بعيد الأضحى المبارك وسط حضور كبير من سكان المدينة بحضور الأمين العام لإقليم بحر غزال مختار أنقرتا وإمام المسجد الكبير لمدينة مصرو. تقرير عباس أباك المصطفى. احتفل المسلمون بمدينة مصر حاضرة إقليم بحر الغزال كغيرهم من مسلمي تشاد بعيد الأضحى المبارك، حيث عم المصلين إمام المسجد الكبير لمدينة مصر الشيخ حامد محمد بحضور الأمين العام لإقليم بحر الغزال مختار أنغربي تومبلباي، حيث دعا الإمام في خطبته جميع المسلمين أن يتقربوا إلى الله بالدعوات الصالحة وأن يعم السلام والعافية في ربوء تشاد، وأن يتمسك المسلمين بالوحدة وحب الوطن ومحاربة الفساد والعمل على تقدم إقليم بحر الغزال. هذا وفي نهاية أداء الصلاة قدم أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية فرع مصر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد لأمين العام لإقليم بحر الغزال ممثلا لرئيس الجمهورية. المسلمون في مدينة آتي البطحة هم أيضا احتفلوا بإيد الأضحى المبارك، حيث أدوا صلاة العيد بالجامع الكبير لمدينة آتي البطحة وتقديم التهاني لممثل حاكم الإقليم الأمين العام لإقليم البطحة. تقرير محمد طاهر جبرين الحور. المسجد الكبير الواقع بحي العرب في مدينة آتية امتلأت ساحته بالمصلين القادمين من مختلف مربعات المدينة وكذا القرى المجاورة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. حاكم الإقليم مثله محافظ مقاطعة البطحة الغربية محمد زين العسيل بحضور العديد من المسؤولين الإداريين والعسكريين. هذا وبعد وصول الإمام في الساعة 8 تماما أدى المصلون الصلاة تبعتها خطبة العيد. تطرق الإمام الشيخ محمد نور خرشي إلى أهمية الأضحية وشروطها، كما تناول أيضا مسائل اجتماعية ودينية أخرى تهم المواطن المسلم. أما الجانب الثاني من الاحتفال كان بمقر إقامة الحاكم، حيث كان باستقبال المهنئين نيابة عن الحاكم الأمين العام لإقليم البطحة إنغودانديه جناديه، الذي تلقى التهاني أولا من أعضاء المجلس الفرعي للشؤون الإسلامية بالبطحة، ثم مختلف المسؤولين الإداريين والعسكريين وممثلي القطاعات المختلفة. الأمين العام لإقليم البطحة انتهز الفرصة لحث المواطنين على مزيد من التضرع إلى الله كي يحفظ الإقليم من كل الآفات والنزاعات القبلية وغيرها.